الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وموالاه. إخواني أخواتي أمناء النقابات الوطنية الأكثر تمثيلية ورؤسائها وأعضاء مكاتبها، أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثانيا لست أدري من يجب أن يرحب بالآخر، فقد سبقتموني إلى هذه الاجتماعات، ولكن مع ذلك أنا أرحب بكم وأشعر بالاعتزاز والافتخار أن ألتقي بكم اليوم في هذه الصبيحة التي سوف يقدم فيها إخواننا في وزارة المالية مشروع قانون المالية كما جرت بذلك العادة. ومع أن الموضوع هو هذا، فأريد فقط أن أذكركم ببعض الأمور التي أعتبرها مهمة جدا وتاريخية بالنسبة لنا في بلدنا هذا، وبالنسبة للفاعل الاجتماعي الذي تمثله النقابات، نظرا لأهميتها في التاريخ، ونظرا لأهميتها في الواقع، ونظرا لأهميتها بالنسبة إلي شخصيا. ذلك أنكم جميعا تعرفون معشر الأخوة الكرام أخوات الكلمات المحترمين والمحترمات أن يعني البلد يعني الذي يجري فيه منذ ما يتجاوز السنة الآن ليس بالشيء السهل. فنحن يعني أصابنا ما أصاب جوارنا وما أصاب الذين يشبهوننا في العالم من يعني وصول إلى مرحلة صعبة. الذي أصاب العالم هو أن بعض الذين كانوا يتحكمون في الدول تصوروا في وقت من الأوقات أنهم قادرون على كل شيء، وأنهم قادرون على ضبط المواطنين والساحة العمومية بالقوة وبالوسائل القمعية، وفي نفس الوقت قادرون على نهب الخيرات بحيث لا يبقى للمواطن شيء، ومع ذلك يحرم حتى من حقه في أن يصيح كما يصيح كل متألم. فجاءت ردود الشعوب كما لا يخفى عليكم وأسقطت يعني أنظمة ما كنا نتخيل حقيقة، رغم إيماننا بالله وأنه على كل شيء قدير، ما كنا نتخيل أنها تهتز وأنها تسقط. فإن كنا ربما نتصور البعض، ولكن البعض الآخر أعترف أمامكم أننا كنا يعني على غير وعي بأن الشعوب يعني قادرة على أن تقوم بأشياء غير منتظرة. ثم إن الله سبحانه وتعالى أعان على ذلك، والسبب هو التحكم في الثروة والتحكم في الحريات بطريقة لم تكن مقبولة. ولنقلها بكل صراحة أن بلدنا لم يكن محصنا 100% ضد هذا، ولكن من لطف الله سبحانه وتعالى أن رزقنا هذه الملكية التي عبر تاريخنا، مش عاد اليوم مش نكون واضحين ومنصفين، في كل مرة كانت تتدخل لإعادة شيء من التوازن إلى المجتمع، وهذا نحن شهداء عليه في تاريخنا. ولست في حاجة إلى أن أعطيكم دروسا في هذا، فكلكم يعني عارفون به، ولكن كذلك في تاريخنا الحديث منذ الاستقلال إلى الآن، وخصوصا منذ حوالي 20 سنة لما بدأ الحسن الثاني رحمه الله إصلاحاته، وكذلك لما يعني تولى المسؤولية جلالة الملك محمد السادس الذي يعني أطلق مسلسل من الإصلاحات ومن الأوراش التي أعانت على تنفيذ الوضع. ومع ذلك كان وطننا يعيش هذه الغواية وهذا الإغراء للتحكم، تحكم في المواطنين الذي يسمح بنهب الخيرات والثروات لصالح فئات محدودة يعني ومعروفة بطبيعة الحال. فلما يعني جد الجد خرج الشارع كما رأيتم، لكن بقدر محدود. أنا كنقول بالدارجة، تنقول لهم الحمد لله يعني النار كانت كافية لتسخين القدر ولم تكن والحمد لله يعني لتحرقه.
هذا هي الحقيقة. دونك سيتي سوفيزون بور شوفي لا مارميت غراس ديال نيتي با سوفيزون بور لا بويلي. وثم خصنا ما ننساوش ان جلالة الملك محمد السادس وفق غاية التوفيق وبطريقة سريعة وقوية وشجاعة لما بادر قبل أن تنتهي 20 يوم على خروج فئات من الشباب إلى الشارع يوم 9 مارس إلى خطابه الشهير الذي استجاب فيه في الحقيقة لمطالبكم جميعا. كل ما يسمى بالحركة الوطنية والنقابية والنضالية عبر يعني عشرات السنين كان هو إصلاحات دستورية ترجع للمجتمع الاعتبار. أن إذا لم يكن المشكل في الملوك فالملوك لا يحكمون وحدهم، دائما الملوك تحكم معهم فئات وتحكم معهم يعني جهات، وهذه لا أحد منزه عن الخطأ. أنت لا نعرف منزه عن الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وكما لا يخفى فإن جلالة الملك استجاب لنا أثناء الإصلاحات الدستورية وقال القداسة لله والعصمة للأنبياء وأنا ملك المواطن. فإذا نحن نهنئ أنفسنا بهذا الخطاب التاريخي الذي هو بداية كل شيء. ما جاء بعده من دستور شاركنا فيه جميعا، وتذكرون أننا شاركنا في الحوار مع اللجنة المكلفة بالدستور أولا، ثم شاركنا من خلال الآلية التي كنتم أعضاء فيها وكنا معكم ممثلين للمعارضة التي كان يرأسها مستشار جلالة الملك السي محمد المعتصم، ثم بعد ذلك الانتخابات التي الحمد لله لم يطعن فيها أحد والتي أعطت النتائج السياسية التي نعيش نتائجها اليوم الآن. الحمد لله كل شيء شيء مزيان، المجتمع المغربي رجعت له في العموم السكينة دياله، بقي بعض الأحداث المؤسفة والمؤلمة واللي كان لحد الآن مازال ربما لم نستوعب يعني بشكل كامل يعني أسبابها وبعض الأمور المرتبطة بها، ولكن هذا الشيء إن شاء الله الرحمن الرحيم سوف نتدارسه في الوقت المناسب. الآن أنا أريد أن أرجع إليكم كنقابيين، وكتعرفوني شخصيا كل واحد فيكم ربطتني علاقات شخصية معه، باش نقول لكم باللي المرحلة تقتضي أن ينطلق مجتمعنا من جديد بطريقة جديدة على أسس جديدة. نحن اليوم في أشد الحاجة لبعضنا البعض، أعتقد أن منطق الصراع والمنازعة انتهى. يعني وقع بين مع الأسف المؤسسة الملكية والحركة الوطنية وأضاع علينا 40 سنة من عمرنا، خلونا نكون واضحين، 96 يلا عاوتاني انطلقنا عاود رجعنا شي شوية. دابا نقول لكم بكل صدق أنا ما تيبانليش باللي باقي عندنا 9، هذا هو اللي كنشوف انا السي الامين، تنشوف امامنا دول عظمى عندها امكانيات خياليه، يعني كنشوف شنو هو المستقبل ديال المغرب الا ما تعاوناش الا ما اتفقناش على كلمه سواء على كلمه سواء. لماذا لا نرجع الى كلمه سواء؟ هذه القضيه ديال الذين يمثلون مصالح هؤلاء لهذه الجهه والذين يمثلون مصالح هؤلاء للجهه الاخرى لا اعتقد انها ستاتي بالنتيجه في هذا البلد، لانه لم يبنى على اساسها، بني على اساس التوافق، بني على اساس مبدا الحق اولا قبل كل شيء وليس القوه، ماشي اللي حقر على شي واحد ينتقم منه حتى يجي الدور ديالو هو ينتقم منه عاوتاني. هذه القضيه ديال الحق انا شخصيا ك ك ك ك كرئيس ديال الحكومة يعني ومنكم أساتذتي ومنكم من درسني مباشرة يعني في القسم، وأنا يعني أقول هذا باعتزاز أن الأستاذ نبير الأموي كان أستاذا لي كان يدرسني في القسم، يعني هذه المبادئ عليها نشأنا وعليها تربينا وهي التي نريد، وإن كان ولا بد فنميل إلى الضعيف ونميل إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى المحتاج إلى الرعاية. هذا هو هذه القواعد الطبيعية بدون لا ضرر ولا ضرار، دون أن يطغى لا هذا الجانب على هذا الجانب ولا هذا الجانب على هذا الجانب، سواء تعلق الأمر بالدولة بالحكومة، سواء تعلق الأمر برجال الأعمال، سواء تعلق الأمر بالنقابات بالعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم قال بل مره بحسن الطلب ومرني بحسن الأداء، يعني كل واحد يدير الصواب من جهته باش ننهضوا بهذه البلاد، والا غادي يكون يعني الاضعاف ديالها المسؤوليه ديالو في الرقاب ديالنا حاضر ومستقبلا، وهذا ما بطبيعه الحال لا نتمناه يعني ابدا. ولهذا فاسمحوا لي ان ارحب بكم يعني من جديد، وان كنت كما قلت لكم لست في حاجه الى ذلك فانتم
أصحاب البيت وسبقتموني إليه ولنتوكل على الله. وأنا أطلب منكم كنطلب منكم تعاونوني. لكان من الممكن إذا كان من الممكن زعما نتعاونوا راه يمكن نديروا شي حاجة ما كتصورش هاد البلاد. راه المغاربة الإخوان النقابين المغاربة ما راهمش في المكانة اللي كيستحقوا به الأمة. حنا صحيح كيقارنونا الإخوان مع بعض الدول ديال الجوار وهذا حنا كنتشابهوا في كل شيء، ولكن على كل حال كتبقى عندنا واحد شوية الخصوصية. حنا هذه 12 قرن حنا دولة مستقلة ورافعة الراس ديالها في السماء، وأنا لقيت الصدى ديال هذا الشيء والعلم به في خارج المغرب عند رجال كبار تيقولوا المغرب قام بواحد الدور تاريخي في الحماية ديال الشرق وفي الحماية ديال إفريقيا وطبيعة الحال ديال الإسلام بطبيعة الحال. وهذا شيء لا يجب أن نقوله ونخجل منه، هذا شيء يجب أن نعتز به ويجب أن نستمر فيه. والحماية اليوم لا تكون بالسلاح، الحماية اليوم تكون بمجتمعات متماسكة تقيم مبدأ العدل والحق فيما بينها وتطبق الديمقراطية والمواطن فيها مرتاح وكيلقى حقه ماشي كثر. فهمتيني ولا لا؟ كان كيخدم بزاف يلقى حقه، كان كيخدم شويه يلقى حقه، كان ما عندوش يلقى شي بركه، ماشي ما يلقى والو. انا كنقول لكم التوجه ديالي في 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 في, في, في الميزانيه ها السيد وزير الماليه معايا، وبلا ما نتكلموا على السيد وزير الماليه الاخر الاخ السيد الازمي، التوجه ديالي اجتماعي بمعنى ماشي ارباك ميزانيه الدوله من اجل امور تنعتبرها اجتماعيه اللي توصلنا الامور ماشي، ولكن اذا كان من الممكن دائما نميل الى إعادة الاعتبار لهذه الفئة التي لم يكن عندها شيء. واسمحوا لي نقول لكم ربما حتى انتم ما عندكمش اتصال بها، لان هي مسكينة ما موظفة، ما هذه فئة ما هي موظفة، ما هي خدامة في اللوزينات، ما والو، فئة اجتماعية تعيش على وتتمثل واحد النسبة كبيرة بزاف ربما لا تقل على 30 ولا 40%. فخصنا اليوم كاملين نتعاونوا باش ناخذوا بيد خوتنا، اللي لتحت كاع يطلع واحد شي شوية، اللي الفوق شي شوية الا تحسنت الحالة ديالو مزيان، وهذوك اللي الفوق مرة واحدة احنا ما كنكرهوهمش وما كنعتقدش انتم كتكرهوهم ابدا. واش انتم غتكونوا كتكرهوا ارباب الاعمال ولا بغيتيه تقروهم؟ بالعكس. ولهذا انا قلت لهم هذا الكلام هذا. صحيح اللقاء ديالي معاهم سبق هذا اللقاء، ولكن هذا غير ترتيب ديال الزمن. قلت لهم احنا راه بغيناكم تربحوا وبغيناكم تكونوا مرتاحين، ولكن واحد شويه ديال الثروه اقل وشويه ديال الاستقرار اكثر احسن من شويه ديال الثروه اكثر والاستقرار اقل. لو الحقيقة أنهم كانوا جد متفاهمين، فإذا ممكن نتفاهموا، ممكن ما نبقاوش في الشد اللي نقطع لك. وكيظهر لي أن هذا البروسيسوس هو بدا قبل مني بكل صراحة، حتى نرد الأمور إلى نصابها. أنا متبعكم، متبع الحوارات ديالكم مع الحكومات السابقة ومع رجال الأعمال تبارك الله عليكم، راكم مشيتيو ودرتيو معهم اتفاقيات كيفاش تحلوا المشاكل ديالكم. أنا هذاك الشيء اللي بغيت، أنتم غير حلوا المشاكل، أنا ما يوصلني والو. فهمتي ولا لا؟ أنا متفق من دابا، فهمتي؟ اش علاش انا غادي احنا ما عندناش مشكل الا تفهمتي. وحنا المهم عندنا هو يكون المغرب كل شيء خدام في نفس الاتجاه، كل شيء خدام في نفس الاتجاه. وحنا يا رحنا بصدق احنا مسرورين بالزياره ديالكم، وتنعتقدوا ان شاء الله الرحمن الرحيم ما غاديش يكون عندنا مشكل، والحوار الاجتماعي غادي نبداو ان شاء الله الرحمن الرحيم في ابريل كما جرت بذلك العاده، باش نكونوا يعني نحققوا اكثر ما نستطيع من 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 المصالح للمجتمع بصفه عامه والفئات اللي كتشتغل بصفه خاصه. والسلام عليكم ورحمه الله.